ايه هي؟ لما بيقول لك كنا بنروح نتعشى في اي حته ونرجع لازم يجي عندي ناكل فاكهه فريش اخلص عليهم بقى مرتي بقى مرتي اخلص عليهم بقى. طيب كلمنا عن تجربتك كده السريعه في الامارات، قعدت كام سنه في الامارات؟ قعدت يا سيدي حوالي 7 سنين. سبع سنين رحت على مع الناشئين؟ رحت، لا رحت على نادي الوصل فريق اول مساعد للكابتن زكي، بعد ما قعدت سنتين معاه الكابتن زكي ساب الوصل ومشي، انا خدوني نادي الشعب. نادي الشعب ده بقى في الشرق. ايوه الوصل ده في دبي. فهمت ازاي؟ وكان ساعتها في اللي ماسكه راجل يعني برضه رياضي جدا اللي هو الشيخ فيصل، فاهم انت ازاي، القاسمي. فالمهم ايه، انا مسكت هنا بقى الناشئين والبراعم، مسكتهم من سن 11 سنه لغايه 18 سنه، كنت انا مسؤول عن الناشئين. انا وكان معايا الله يرحمه الكابتن صلاح زكريا، وده كان مساعد مدرب معانا في نادي إيه؟ الزمالك، او دمه خفيف. فالمهم ايه، وفي اثناء اللي هو مشواري مع نادي الشعب، هم كان عندهم مدرب اسكتلندي اسمه إريك سميث، فده مشوه، فاهم انت ازاي، وقالوا له غريب انت ايه، امسك الفريق الاول وكمل بيه، عشان الفريق ايه ساعتها كان فيه يعني ايه يعني حته اللي هو يبقى يقعد في الدوري العام او ما يقعدش، كان فيه مشكله. المهم ربنا وفقني ومسكتهم وقدرنا نجتاز المرحله دي، وبقينا ايه موجودين من ضمن ايه الثمانيه الاوائل. وبعد كده نادي الشعب لعلمك يملك لعيبه من احسن لعيبه اللي على مستوى الخليج بقى مش الامارات، كان على راسهم واحد اسمه عدنان الطلياني. عدنان طبعا وده لعيب مميز جدا جدا، ده كان معايا في نفس الفرقه وكان عامل هو فرق جامد، هو واخوه نصر الطلياني. وبعد كده وبرده في نادي الوصل كان ايامي برده موجود فادي خميس، وده برده لعيب جامد. يا سلام، هو كان نجوم منتخب الامارات. وزهير بخيت انا افتكرهم. زهير بخيت ده كان في العين. ايه؟ كان في العين؟ لا كان معانا في الوصل. لا ده كان في الوصل. في الوصل. فادي خميس ونصر خميس اخوه. وكان في كمان لعيب عندنا اجنبي جامد جدا اسمه بولو. محمد بولو. فالمهم ايه، فيعني الواحد ايه ذكرياته جميله جدا في الامارات. هل دي كانت العصر الذهبي للكره الاماراتيه لا، وانا اتعلمت ان انا اشتغلت مع اجانب كتير. فمن هنا لما جيت مصر حتى ومسكت الناشئين وبعد كده ومساعد في الفريق اول حاجات ساعدت. انت سبت الامارات رحت السعوديه؟ لا ده بس بعدين. بعدين بعد ده بعد سنه 2000. يعني انت رجعت من الامارات؟ رجعت من الامارات 87. اشتغلت في الناشئين، مسكت مجموعتين كان منهم مجموعه مهمه جدا. وبص وكل مجموعه مين اللي انت كنت طلعته؟ وكل مرحله مسكتها خلي بالك خدنا فيها البطوله. كان في مرحله مثلا كان فيها سامي الشيشيني، وكان فيها عمرو، وكان فيها نادر، عمرو عبد السلام ونادر ونادر السيد، كان هم دول الحراس. وكان في واحد سامي ده كان فيرود جامد جدا، وكان تامر عبد الحميد كان باك يمين، وكان وسط الملعب كان واحد اسمه اسامه عبد الله لعيب جامد جدا. كنا نقول عليه يعني احسن لعيب، بس يعني ما كملش يعني. وبعد كده في مجموعه تانية كان فيها ايمن عبد العزيز ومش عارف سعيد لطفي، وفيها طارق السيد، يعني مسكت مجموعتين كانوا موافقين جدا يعني. خلصت المرحله السنيه دي وسافرت تاني السعوديه. واثناءها مسكت برضه ايه مساعد مع الكابتن زكي عثمان فريق اول مره سنه 88، ومره فريق الاحلام سنه 94 انا والكابتن فاروق جعفر والكابتن احمد رفعت. وبعد كده رحت مسافر تاني الامارات 97 الامارات ولا السعوديه؟ لا الامارات 97 98 قعدت سنه تاني في نادي الشعب، وبعد كده رجعت نادي الزمالك، وبعد كده رحت مسافر بقى السعوديه نادي الرياض. دي كانت اخر يعني حاجه ليا بره يعني. انا معايا تقرير للباك رايد بتاعك اللي كان بيعمل لك اوفرات وانت كنت بتقلش الكور الثابته. لا ده هو لو انت بتقصد محمد صلاح ده كان بيعملها لغيري. انت ما بتطلعش؟ لا انا مالي انا بالكورسات اللي عندك في الكور الثابته كنت بتطلع يعني ما جبتش حاجه منها خالص نهائي.